العاملين والمشاركين معنا من المؤسسات الاقتصادية في إبرام هذه الاتفاقيات الخاصة بالتربصات التطبيقية، والهدف منها هو إخراج صوت معهد التعليم المهني إلى الطبقة العامة من المجتمع وإلى الجمهور الواسع من خلال هذا البروتوكول اللي قمنا به، وهذا الهدف منه الترويج لمسار التعليم المهني، وكذا جعل مسار التعليم المهني أكثر جاذبية وأكثر استقطاب لتلاميذ أبنائنا التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم في المتوسط أو الثانوي. إذن هذه الاتفاقيات لقد وضعت حيز التنفيذ وحيز التطبيق من تاريخ 23 ماي 2021، وأنا بدوري أتقدم بالشكر الجزيل نيابة وأصالة عن نفسي عن كل إطارات وعمال وموظفي مؤسسة وأولياء التلاميذ، وبالخصوص أولياء التلاميذ الذين التمسوا حقيقة رغبة كبيرة من طرف مسيري ومدراء العامون للمؤسسة الاقتصادية في استقبال التلاميذ. في الختام أود أن أشكركم شكرا جزيلا جزيلا جزيلا، ونطلب السادة ممثلي المؤسسات معنا هنا باش نديروا صورة تذكارية، وفليتفضل. اتفاقية بين السيد مدير معهد التعليم المهني ومدير شركة أوسيدو. جمال المعهد هذا في انا كونسيدير كوم ان بورفوايور دونك دي سبيسياليتي دونك اون ا بيزوان، و لو سي ديو ناجرا اوكان ايفور بور لا بريز اون شارج دي ستاجيير دو لانستيتيو، و اون ا بيان ديسيني كونفونسيون بور 3 ans et on est prêt pour prendre en charge donc tous les étudiants et tous les élèves de l'institut avec tous les moyens que dispose la société. أتيت مع اتفاقية بين سيد مدير معهد التعليم المهني ومدير شركة سونخيك. مجمع سونخيك كوم دابيتود كيما سيت اون انتربريز سيتويان وين on reçoit toujours des stagiaires que ce soit من الجامعات ولا مؤسسة تعليمية ولا من السي اف بي. حنا واجدين سي ان دروا، حنا نكونسيدير كو هادو لابرونتيساج اللي نديروه عندنا في ليستابليسمون سي ان دروا هادو وليداتنا. سيد مدير المعهد ايضا ليعقد اتفاقية مع مدير شركة سوناريك او بي او. تكون عند حسن الظن تاع ولادنا ان شاء الله، هو يسيد فورمي اي سورتو اتخ كوم سنوات عندنا كل سنه نديروا ست اسابيع تاع تكوين تطبيقي، ماهيش سنوات يكون هذه في معناها كل 6 سنين، معناها طيح لنا بالك 6 اشهر في 6 سنين خلال المسار الدراسي تاعك. ولهذا الاتفاقيه جات مبسطه ومفهومه للجميع، ونشكر كل المؤسسات اللي برمت معنا الاتفاقيه وراح تبرم معنا اليوم هذه الاتفاقيه، وبارك الله فيكم ونشكركم. المؤسسه العموميه الجزائريه للمياه. انا متواصله مع المعهد منذ التاسيس تاعو، وان شاء الله تكون هذه بديرة خير ان شاء الله. يتفضل ايضا السيد المدير لعقد اتفاقية مع مدير مؤسسة ادغو كانال المؤسسة الوطنية لقنوات الري. مؤسسة ادغو كانال هي دائما مفتوحة للتربص لابناء الوطن في مختلف التربصات مختلف التخصصات، وكذلك مع التأطير لرؤساء الورش. والان ايضا يتفضل السيد المدير لعقد اتفاقيه مع مدير شركه. السيد حميد الجلول عبد الملك، وكان متمني انه يحضر المناسبه هذه ولكن لظروف مهنيه تغيب، وانا راني نمثل. فيما يخص المناسبه